تجديد موقف المؤتمر الشعبي العام للأمم المتحدة الملتزم بتنفيذ النقاط السبع التي أعدت مع مبعوث العميد العام للأمم المتحدة، وفي مقدمتها الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216، إثبات آخر من الدور الوطني الذي قام ويقوم به حزب المؤتمر الشعبي العام في سبيل إيقاف العدوان السعودي ورفع الحصار الجائر وإنهاء الأزمة اليمنية، وهو عكس ما كان يروج له إعلام العدوان والمرتزقة الذي علق شماعة إجرامه وحربه عليه. المؤتمر الشعبي العام بقيادة الزعيم علي عبد الله صلاح حفظه الله بذل جميع المزاعم من بداية العدوان على اليمن إلى السلم إلى الحوار، إلا أن السعودية ودول التحالف ودول التقطرس لا زالت مصرة على الدكتور للشعب اليمني، تستهدف مؤسساته ومقراته وبنية تحتية كاملة للشعب اليمني، ولا زلنا نمد يد التسامح ويد السلام إليهم. منذ البداية ظل المؤتمر حريص على تجاوز كل ما من شأنه تعقيد الأزمة السياسية، وظل يقدم المبادرات تلو المبادرات، إلا أن مبادراته وطروحاته لتجاوز الأزمات الناجمة عن أخطاء من يحكمون كانت تقابل بالرفض تارة وبالتشكيك تارة أخرى. ومنذ اندلاع العدوان السعودي على بلادنا وفرض الحصار الجائر على الشعب، كان المؤتمر الشعبي العام كعادته ينتهج سياسة عقلانية قائمة على مواجهة العدوان وسعيه لإطلاق المبادرات السياسية والجهود الرامية إلى إيقاف العدوان السعودي والعودة إلى طاولة حوار يمني يمني. فغادر وفد رفيع منه إلى روسيا ومصر ومسقط وجنيف من أجل إجراء مفاوضات دبلوماسية تفضي إلى إيقاف الحرب التي تشن على الشعب اليمني وإيقاف الاقتتال الداخلي وعودة الجميع للحوار. لا شك أن المؤتمر الشعبي العام وقيادته الحكيمة ممثلة بالزعيم علي عبد الله الصالح تقوم ببذل جهود كبيرة وجبارة لإنهاء الحرب على اليمن أو العدوان على اليمن، وذلك من خلال الجولات المكوكية التي شملت العديد من الدول وبالذات الدول المحايدة والتي أيضا يهمها السلام في المنطقة مثل عمان وروسيا و بعض الدول الصديقة لليمن. الشارع اليمني قال بأن التضحيات التي قدمها ويقدمها حزب المؤتمر الشعبي العام جراء موقفه ضد العدوان ليست هينة، لكنها ليست سوى تجسيد عملي لوطنية هذا التنظيم الرائد ووطنية قياداته التي استهدفت بمحاولة الاغتيالات والتصفية، ووصلت أيضا لقصف وتدمير منازل قياداته. ومع هذا فهم يرون أن المؤتمر ظل وسيزال على موقفهم ضد العدوان وضد مساعيه في تدمير اليمن. المؤتمر الشعبي العام موقفه واضح من بداية العدوان، المؤتمر الشعبي العام هو من أكثر من أسعى لوقف العدوان من جارة السوء، المؤتمر الشعبي العام هو أكبر من بذل جميع التنازلات من أجل وقف العدوان وحقن دماء البلاد، المؤتمر الشعبي العام له موقف مشرف من بداية العدوان. ومع كل ترحيب لحزب المؤتمر لأي قرار أممي يفضي إلى إيقاف العدوان ورفع الحصار وإنهاء الأزمة، فإنه بذلك بحسب مراقبين يكشف حقيقة هذا العدوان الغاشم الذي ظل يرفض أي مساع لإيقاف حربه.